إذن كشف صحفي تركي معلومات قال إنه حصل عليها من السلطات التركية تفيد بتفاصيل تسجيل من 11 دقيقة من داخل القنصلية السعودية خلال تواجد الصحفي جمال خاشقجي الذي اغتيل في 2 أكتوبر. وقال الصحفي شتنار شتين أن المدعي العام التركي لديه تسجيلان منفصلان لخاشقجي، أحدهما مدته 4 دقائق والآخر 7 دقائق. وأفادت قناة خبر ترك أنه بحسب التسجيلين فإن 4 أشخاص من فريق الاغتيال استقبلوا خاشقجي وساروا به إلى باب القنصلية في القطاع ألف. وبحسب التسجيلين فإن أحد أفراد الطاقم جذب ذراع خاشقجي في حين كان خاشقجي يعترض على ذلك متفاجئا ويقول اترك ذراعي، ماذا تعتقد أنك تفعل؟ ويسمع في التسجيل صوت القنصل السعودي العام محمد العتيبي وأصوات 6 من عناصر فريق الاغتيال. وقالت القناة أنه بعد دخول خاشقجي إلى الوحدة با كان هناك صمت ثم تعذيب شديد. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال تعليقا على خلاصات وكالة المخابرات الأمريكية بشأن تورط بن سلمان في الأمر بالقتل أنه رفض الاستماع للتسجيلات لأنها كانت مروعة، ولا يزال ترامب يحاول تجنب توجيه الاتهام المباشر لولي العهد محمد بن سلمان. مشاهدينا للمزيد ورحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد مصطفى كركوتي الكاتب والمحلل السياسي، ورحب بك سيد مصطفى. أهلا. كما أرحب بضيفي عبر سكايب من واشنطن دكتور أسامة أبو رشيد الخبير في الشؤون الأمريكية. لو بدأت معك سيد مصطفى كركوتي، ما الذي يعنيه ترامب وهو رئيس أكبر دولة في العالم بأنه رفض الاستماع لتسجيلات لأنها مروعة؟ ولكن أضاف إلى ذلك جملة أخرى وهي الإشادة بالعلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. فواضح أنه لم يقتنع بعد بما هو متوفر من معلومات حتى الآن حول ما حدث داخل القنصلية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه ينظر إلى المسألة ليست كحادث جنائي أو حادث عرضي تم في القنصلية، ولكن أعتقد هو يربطه بعناصر عديدة في المنطقة حيث يدور صراع على النفوذ فيها بين قوى إقليمية وقوى دولية عديدة، منها طبعا الولايات المتحدة ومنها تركيا وإيران والسعودية وروسيا بالإضافة إلى قوى أخرى. فأعتقد تفسير ترامب للمسألة أو نظرته إلى المسألة وإلى قضية خاشقجي هي من خلال هذه الصورة الكبيرة وليست من خلال الحدث نفسه. طيب دكتور أسامة أبو رشيد، يعني خلاصات أو الخلاصة التي وصلت إليها المخابرات الأمريكية، كيف سيتعاطى معها الرئيس ترامب برأيك؟ هل يستطيع التغاضي عنها أو تجاوزها؟ أنا أريد أن أحيل إلى مسألة أخرى مشابهة ومثيلة لما يجري اليوم. قبل أشهر طويلة خلصت الاستخبارات الأمريكية إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لم تقل أنها كأنه كان لها تأثير على نتيجة الانتخابات النهائية، لكنها قالت أنه ثابت أنها تدخلت. ترامب بقي يصر على أن روسيا لم تتدخل وأخذ المسألة على أنها شخصية، لأنها في فهمه تمس بنجاحه الانتخابي. فيما بعد ترامب بدأ يتنازل لصالح التقييم الاستخباراتي، وإن كان دائما يعود مرة أخرى إلى التذكير بأنه لم يكن هناك تدخل وأن الصين ربما تدخلت أو شخص سمين يجلس على أريكته ربما يتدخل من أي مكان في العالم. أظن أن ما نشهده اليوم مشابه لما جرى في الموضوع الروسي. ترامب سيبقى يصر على أنه لا يوجد دليل يربط محمد بن سلمان بالجريمة،
ثم قد نجده مرة أخرى تحت الضغوط يقول بأنه ربما يكذب علي ولا يقول لي الحقيقة، لكن في المحصلة سيبقى يحاول يدافع عن محمد بن سلمان. وهذا ما يطرح تساؤلات في أمريكا اليوم حول ما إذا كانت العلاقات التجارية التي تربط ما بين ترامب وصهره كوشنر مع المملكة العربية السعودية لها دور فيما يجري، بل أنه عندما نجد أن أعضاء في الكونغرس سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ، بل أعضاء جمهوريون مثل ما نرى الآن لينسي جرام في مجلس الشيوخ أو نرى راند بول وغيرهم عندما يتكلمون عن دور مباشر لمحمد بن سلمان في الجريمة، أظن أنه سنشهد هناك نوع من الانفصام والتناقض ما بين موقف الكونغرس الذي يستطيع أن يمضي بعقوبات أحادية من جانبه على المملكة العربية السعودية وربما على الأمير محمد بن سلمان كما حصل مع روسيا بعيدا عن موافقة ترامب، لكن هذه حملة الضغوط المتدرجة على ترامب ستدفعه في المحصلة إلى أن يقوم باعتراف بنوع ما مع محاولة الحفاظ على محمد بن سلمان. اللهم أن تنتصر المؤسسة التي تقول له أن محمد بن سلمان عبء على السياسة الأمريكية في المنطقة وليس ذخيرة لها، وأن العلاقة مع السعودية وليست مع محمد بن سلمان. طيب سأعود لك دكتور أسامة أبو رشيد. سيد مصطفى كركوتي، يعني إلى أي مدى التسريبات التركية وآخرها كان نشر تفاصيل تسجيلات للدقائق الأخيرة قبل اغتيال جمال خاشقجي وما بعد الاغتيال، إلى أي مدى ستساهم في هذا الضغط على ترامب لتغيير موقفه من محمد بن سلمان؟ هناك أمران أنا بتصوري في غاية الأهمية. الأمر الأول هو العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهي ليست علاقات وليلة العهد، علاقات تاريخية على مدى التاريخ. ودائما هذه العلاقات في عهد الحرب الباردة في ظل الاتحاد السوفيتي كانت في منتهى الأهمية، ويبدو أنها لا تزال كذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لأن هناك كما أشرت سابقا في المداخلة الأولى صراع قوي للغاية على النفوذ في المنطقة، وهذا واضح إن كان في سوريا في الحرب في سوريا، في اليمن الدور الإيراني بالغ الطموح، في لبنان طبعا وفي العراق إلى آخر ما هنالك. هذا من جهة. الأمر الثاني هو أنه العلاقات الاستراتيجية من وجهة نظر واشنطن مع السعودية استراتيجية وبالغة الأهمية أيضا بسبب السياسة الراهنة لترامب تجاه إيران. من المفيد جدا وحرص البيت الأبيض على هذه العلاقة لتنفيذ هذه السياسة المواجهة مع إيران في المنطقة، هذا أمر الثاني. ولكن هناك شيء ثالث أيضا، وهو أن الرياض أو السعودية كدولة رئيسية في المنظومة الخليجية وفي عوامل الاستقرار في المنطقة لا تستطيع واشنطن التهاون بها على الإطلاق. أضف إلى ذلك يبدو من خلال ردود الفعل الأمريكية حتى الآن أن هناك وجهات نظر عدة داخل الولايات المتحدة، وهناك اختلاف بين المؤسسات الأمريكية المختلفة حول هذا الموضوع بسبب الاختلاف مع الرئيس ترامب، وهذا بدأ واضحا منذ الأيام الأولى لرئاسته. طيب دكتور أسامة أبو رشيد، ترامب كرر دائما بأنه ما يربط واشنطن بالسعودية من مصالح هي كبيرة وكبيرة جدا. هنا هل المصالح الأمريكية رهينة؟ السؤال هنا هل المصالح الأمريكية رهينة بمحمد بن سلمان أم بالسعودية كدولة؟ يعني هناك على ما يبدو تداخل بين الأمرين. إذا أخذنا بتقييم المؤسسة فإن العلاقة هي مع المملكة وليست مع محمد بن سلمان. تقييم المؤسسة أن محمد بن سلمان شخصية متهورة وبأنه أصبح عبئا على السياسة الأمريكية في المنطقة، سواء فيما يتعلق بحصار واحتواء النفوذ الإيراني في المنطقة، وهذا جزء من استراتيجية ترامب في المنطقة وهو احتواء النفوذ الإيراني
ومحاولة إعادة التفاوض مرة أخرى على الاتفاق النووي الذي تم في عام 2015، أم لناحية حتى العلاقة مع دولة كإسرائيل وفرض السلام على الفلسطينيين أو ما يسمى السلام على الفلسطينيين. اليوم تقول له المؤسسة: نعم، هذه مصالح نتشاركها كدولة كمؤسسة معك كشخص، لكن عندما تبني كل حساباتك على شخصية متهورة مثل محمد بن سلمان، فإن هذا قد يعني فشل الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. محمد بن سلمان تورط في حصار قطر عكس ما أرادته المؤسسة، ثم تورط في حرب اليمن عكس ما أرادته المؤسسة ويستمر فيها اليوم، ثم جاءت قضية خاشقجي. اليوم تعاد هذه القضايا وتطرح على الطاولة اليوم في الولايات المتحدة. مسألة الحرب على اليمن، هناك ضغوط كبيرة على السعودية لوقف الحرب. مسألة الحصار قطر، هناك ضغوط كبيرة اليوم لرفع الحصار، لأن هذا كله يؤثر على الاستراتيجية الأمريكية الكلية في المنطقة. لا يشك أحد أن ترامب يعلم حقيقة أن محمد بن سلمان متورط، لكن ترامب عنده مشكلة أخرى. ترامب هناك الشخص النزق الذي يتبع غرائزه، وهناك ترامب الذي هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب النزق هو الذي قال بأننا وضعنا شخص رجلنا في القمة، وتقرير النيويوركر الذي نشر في شهر 4 من هذا العام الذي فصل كيف جيء بمحمد بن سلمان ليكون وليا للعهد في اللقاء الأول لمجلس الأمن القومي المختص في الشرق الأوسط، وكان يرأسه كوشنر كمسؤول ملف الشرق الأوسط، كيف جيء بمحمد بن سلمان. فإذا هنا هذا التداخل ما بين الشخصي والذاتي وما بين الموضوعي والمصلحة الكلية الاستراتيجية للولايات المتحدة هو الذي يسبب الفوضى التي نراها اليوم في الولايات المتحدة. المؤسسة تدفع باتجاه، أحيانا المؤسسة تدفع عبر التسريبات، بالمناسبة تسريبات من داخل البيت الأبيض، تسريبات من داخل الخارجية، الدفاع، مجلس الأمن القومي، وهناك ترامب الذي لا يستطيع أن يفصل ما بين الذاتي والموضوع. وهذه هي المشكلة الكبرى التي تعيشها أمريكا. لو حسم الأمر في واشنطن حول مصير محمد بن سلمان لانتهى محمد بن سلمان، ولن يحصل اهتزاز في العرش في السعودية، لأن العلاقة الأمريكية السعودية راسخة مستقرة منذ عقود. والولايات المتحدة كما استطاعت أن تتخطى بضغط من شخص ترامب، تتخطى المؤسسة التوريث الأفقي إلى توريث عمودي، تستطيع أن تعيد الأمور إلى توريث عمودي بطريقة مختلفة أو أفقي بطريقة مختلفة. لكن مشكلتنا هي في دونالد ترامب وحساباته وغرائزه في الدرجة الأولى مقابل حسابات المؤسسة. من سينتصر لا أستطيع أن أضمن، ولا أحد يستطيع أن يتكلم بثقة من سينتصر في هذا الموضوع. أشكرك جزيلا دكتور أسامة أبو رشيد الخبير في الشؤون الأمريكية، كنت معي عبر سكايب من واشنطن. سيد مصطفى كركوتي، إذن هي يعني الموازنة بين استقرار السعودية وبين المصلحة الشخصية لترامب وكوشنر مع محمد بن سلمان، وبالتالي إلى أي مدى سيستطيع ترامب المناورة في حماية محمد بن سلمان؟ شوف، المؤسسة في النهاية تنتصر في الدول الديمقراطية بشكل عام، وخاصة في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة مرت في أزمات عديدة، خاضت حروب، فيتنام إلى آخره، ولكن في النهاية المؤسسة انتصرت على قرارات الرئيس وسياسات الرؤساء المغامرة إلى آخره. فالمؤسسات تنتصر في النهاية، لا خوف على ذلك. والدليل على ذلك هو أن البيان أو البيانات الصادرة من وزارة الخارجية تختلف كثيرا عن ما صدر عن CIA، عن وكالة المخابرات المركزية مثلا. فهناك صراع. أضف إلى ذلك الموقف من الرئيس ترامب نفسه. المؤسسة أو قوى مختلفة داخل ومتصارعة داخل المؤسسة لها آراء مختلفة تجاه التعامل مع ترامب بنفس الوقت، ولكن كلها تجتمع استراتيجيا حول أهمية الدولة السعودية كدولة، كعنصر رئيس في مسألة المواجهة مع إيران في هذه المرحلة. ومن الجانب السعودي، في ظل الضرر الذي لحق بالسعودية والصورة التي بات عليها محمد بن سلمان اليوم، إلى أي مدى سيستطيع برأيك التمسك بالحكم؟ هذه مسألة من الصعب التنبؤ بها، ولكن في ضوء خطاب ما ورد في خطاب الملك سلمان اليوم أمام مجلس الشورى، وعدم الإشارة
بالاسم أو التوضيح بأي كلمة هنا أو هناك حول هذه المسألة، واضح طبيعة الأمور في الخليج ككل وخاصة في السعودية لا ترد، لا تقوم بردود فعل مباشرة على الأحداث، ردود الفعل تأتي دائما متأخرة، وربما نشهد رد فعل ما بعد سنة أو سنتين بعد هذه الحادثة على الموقف تجاه الموقف من ولي العهد السعودي. ابقى معي لو سمحت سيد مصطفى كركوتي.